ألف سردة وسردة معي علي لقمان ديري. هكذا حدثنا أردمشت. قصة للأطفال. دائما أحظى بأصدقاء أطفال، حتى أن أصدقائي الكبار أطفال، لكن الأطفال غير شكل، خاصة لمرحلة تقليع الأسنان، مرحلة الإقلاع نحو الفم الخاوي من هذه اللآلئ. تفقد أسنانك اللبنية في معركة خاسرة حتمية. لا مكان للأسنان اللبنية في عالم الفرسان. هذه أسنان للعب، يمكنها أن تهزم من أول عضة حقيقية تشنها على رسخ الأعداء. ثم تبدأ الأسلحة الجديدة الدائمة التي من الممكن أن تدوم طويلا إذا اعتنيت بها ولم تستخدم معجون الحلاقة عوضا عن تبع الأسنان أو الألتيكو، وتنظيفها ضروري، وبالتحديد من بقايا الضحايا الذين سحقتهم وابتلعتهم من الكائنات، طائر الفروج نموذجا. وربما تتعاطف مع الفروج والخروف وتقرر أن تكون نباتيا، وتتعاطف بالتأكيد مع البقر والجواميس، وتقول في نفسك الطفلة لأنه ليش بدي أكلهم، والله حبابين، فيقول لك والدك أنه تأكل وتخرس. لا مكان على المائدة الحيوانية الشهية لهذا السؤال، وتبكي. يتقطع قلبك على ديك كان حبيب قلبك، كان عرفه الأحمر على الموضة، وكان ريشه مصمم على إيدين عباقرة مصممي الأزياء بميلانو، وألوانه ما أثروا في كبار الرسامين بإيطاليا، في كل الألوان تبع قوس قزح، بل أباطحين قوس قزح في معركة الألوان، وتراه يركض بمرح خلفك ويمشي متطاوصا بين الدجاجات المنتظرات على أحر من البيض المسروق المسلوق من تحتهم، وهن بديكي ساهمات. ثم يتخذ القرار. كم هو مبهج منظره وهو يفعل ذلك، وكم صوته رائع عندما يوقظنا في الصباح، فيختلط صوته القادم من الأرياف بضجيج المنبهات من ساعات وتلفزيونات وكمبيوترات وموبايلات وآخر ما جاد به العلم في فنون إيقاظ الناس، مع أن النوم عنا سلطان، لكن لا سلطان على صوت الفنان ولا سلطان في عالم الشمس الساطعة سوى الدراسة والعمل. فهيا يا كسلان، غسل وشك والحق بزملائك التلاميذ قبل أن يفوتك الدرس، فتجلس في الدرس الذي بعده بينهم كالحمار. ولكن يا حرام، بعد كل هذا العز صارت رقبته على الجز، وأنا بلا شفاء سآكل لحم صاحبي. لا لا لا، أريد أن أكون نباتيا، آكل الخس والفجل وأشرب زيت الزيتون وعصير الخيار، لا أريد أن أجلس على موائد الكبار. ويأتيك صوت أمك الحنون وتلحق يدها بالصوت حاملة صحن رز ولبن. والله يا ابني طابخته بالسمنة اللي أخذناها من حليب البقرة جارتنا، هي أعطتني الحليبات بس في منهم بيسرقوها سرقة. بدك بيضة سلقناها وأخذناها من تحت جارتنا الدجاجة اللي ولادها كلهم صاروا شوربة ناجي، يا حرام. هي برضاطة أعطتني البيضة، لا وميت لا، ما رح أكل ابن صديقي الديك. لا يوه، هاي البيضة مو بنته، هاي بنت هداك الديك اللي ما بتطيقه، هداك اللي صوته بشع كتير. الله، ما بدي، بدي كون نباتي، ما بدي ازعج اصدقائي الحيوانات الاليفة، بدي اتضامن معهم، تركيني براحتي يا امي. صحيح انه عمري 6 سنين بس وحياتك صرت مقلع 3 سنان بهالحياة. هكذا حدثنا هردمشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.